بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البريفيو والبابلشنج يا جماعة راح نتكلم عن البابلشنج والبريفيو. القصة بتاعت إن أنا عايز أعمل باكج أخلص مشروعي يعني تمام، بيديني البرنامج أبيليتيز مختلفة، أعمل بابلشنج على الويب، على ارتكوليت اونلاين حساب للشركه، على ليرنينج مانجمنت سيستمز زيه 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 زي، على سي دي او تي في دي او توبلاي مثلا، وعلى ويرد دوكيومنت ملف ويزاوت انتر اكتيفيتي. خلاص حديثنا ان شاء الله باذن الله في السيشنز اللي جايه عن البريفيو والببليشنج. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.